الكابوس. لا 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 الحديدة الحديدة خلوها خلوها خلوا الحديدة خلوا الحديدة لا 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 خلاص خلاص هسه بظبط لك إياها. هات المنشار والمطراية ولاي. أي نفر يجي كل مشكلة خمسة دقيقة خلاص. لا تشيل هم يا شيخ، نرشها أحمر نرشها برتقاني كله نفس اللون. لا لا الحقني يا خبيز، الحقني يا خبيز، الحقني يا خبيز. أعوذ بالله أعوذ بالله. جايك جايك يا الحديدة، جايك يا الحديدة. خير خير يا ولدي يا خبيص، ان شاء الله نوديها الصيانة وتتصلح وترجع مثل اول واحسن بعد. التصليح يتم عندنا باستخدام احدث اجهزة السمكرة والدهان، والمهندسين والفنيين اللي عندنا على اعلى مستوى. طيب يا بش مهندس، يعني الحديدة بتتصلح يا بش مهندس ولا وش؟ ابغاك تطمن من الناحية هذه، اللي يميز الوكالة الدقة والسرعة والضمان. طيب وقديش بتقعد السيارة هنية؟ السيارة يشتغل عليها أكثر من فني متخصص، وبكذا بتكون جاهزة بعد 10 أيام إن شاء الله. طيب يا بشمهندس، الحين السيارة بترجع مثل أول؟ الصدمة ما راح تبين أثرها؟ شوف يا أستاذ بيس، إصلاح الهيكل يتم بطريقة فنية حديثة، يعني نضمن لك استعادة شكله وسلامته وتماسكه من غير تخريم أو قص. الحمد لله، الله يطمنك بالخير. طيب اللون ما راح يفرق؟ عملية الدهان عندنا تتم بكل دقة باستخدام أجهزة متخصصة في مزج وضبط الألوان، وبإذن الله سيارتك بترجع مثل ما كانت قبل الحادث. شكرا يا بشمهندس. متى راح تطلع حديدتي؟ يا حديدتي الله يردك سالمة غانمة يا بعد عمري يا بعد عمري. استاذ خبيص. هلا هلا هلا، حياك الله. تفضل السيارة جاهزة. حديدتي حديدتي يا حديدة، اللهم لك الحمد، رجعت بالسلامة. آخ ربنا ستر، خفت لا روح منك يا خبيص. حتى الصدمة ما لها أثر، ما لها أثر الصدمة. شو كانت هنا الصدمة؟ الصدمة في الجهة الثانية يا أستاذ خبيص. ها؟ تويوتا، حافظ عليها بصيانة بلدها.